احتواء النسيان التعاهد، أن يتعاهد الإنسان ما حفظ، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتعاهد القرآن، وقال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فليتعاهد الإنسان ما حفظ بأن يقرأه دائما حتى لا ينساه. والنسيان غريزة وذو سبب، غريزة بمعنى أن بعض الناس يكون مجبولا على عدم النسيان، يكون مجبولا على سرعة الحفظ وبطء النسيان، ومن الناس من يكون سريع الحفظ سريع النسيان، ومنهم من يكون بطيء الحفظ سريع النسيان، فيختلفون. فالأقسام أربعة من ضرب اثنين في اثنين بالنسبة لسرعة الحفظ والنسيان. ويكون النسيان أيضا بسبب غير الغريزة، ومن ذلك المعاصي، فإن المعاصي سبب للنسيان. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويذكر أن الشافعي رحمه الله قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي.